السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. غادي نوجد معكم القرص اللي كيجي خفيف بالليمون. هنايا عندي شويه ديال الملحه مع معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، واحد الساشي ديال الفاني، جوج بيضات، معلقه صغيره ديال الزبده، واحد كاس ديال العنبه ديال الدقيق، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال عصير ديال الليمون مصفي، وكاس ما عمرش ديال سنيدة. غادي نعود معكم المقادير البنات. هنا غادي ندير البيض، جوج بيضات، شويه ديال الملحه، نص كاس ديال الزيت، كاس ما عمرش ديال سنيده. ملي كنقول البنات الكاس يعني كاس العنبه، وكاس ديال الليمون. دابا راه متوفر ماندالين، تعصروه وتصفيوه وديروه، ومعلقه صغيره ديال الزبده. واحد الساشي ديال الفانيلا، بغيتو تعوضوا الساشي ديال الفاني بالقشره ديال الليمون، تقدروا ديروا القشور ديال الليمون محكوك. معلقه كبيره ديال الخميره، وكاس ديال العنبه ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي نص كيلو على هذا الكاس يعني، ويقدر مازال الا خاصني الدقيق باقي غادي نزيد. دابا هادو غادي نخلطهم مزيان وغادي نميكسيهم. هنا نسيت ما قلتش لكم، نص كاس ديال الماء دافي. وبالنسبه للليمون ما كتدفيوهش، كتدفيو غير الماء ضروري، الماء كيكون هكا دافي. غادي نخلط هكا مزيان، غادي نطحنوه مزيان، ضروري كطحنوا هذا الخليط مزيان، وغادي نخليه واحد 5 دقائق هنا تخلطوا مزيان، طحنتوا مزيان. دابا هذا الخليط غادي نخليه حتى تدفي عليه الخميره مع هذا الماء السخون، وواحد 5 دقائق هكاك عاد غادي نزيد الدقيق. صافي، دابا راه خمر واحد 5 دقائق. دابا غادي نزيد الدقيق، وبالنسبه للدقيق اللي عندي، عندي نص كيلو، يقدر نزيد يقدر على حسب الدقيق. غادي نشوف شحال ديال الكميه ديال الدقيق اللي غادي تكفيني. المهم العجينه ما كتجيش قاصحه، كتجي هذا خفيفه بزاف، كتلصق في اليدين كما غادي تشوفوا معايا. غادي ندير واحد الساشيه ديال الخميره 8 غرام. صافي، هنا العجينه جمعتها مزيان كما كتشوفوا، عجنتها مزيان وخليتها ارتاحت واحد 10 دقائق. في الاول خليتها 5 دقائق، من بعد درت ليها غير كاس ديال الدقيق كما شفتوا معايا في الاول، وزدت ليها نص كيلو وشويه ديال الدقيق، زدت مازال واحد شويه على داك نص كيلو حتى تجمعات ليا العجينه كما كتشوفوا. كتكون هكا مرخوفه، وخليتها تاني هاد الخميره، هاد العجينه هادي سمحوا لي، وهاد العجينه غطيتها تاني وخليتها واحد 10 دقائق. عاد وليت كندير فيهم القريصات هادو، هادي كتبان ليا شويه كبيره، كنديرهم شويه صغار، ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار. وكندهن يديا بالزيت حيت العجينه كتلصق. هانتوما ضروري كدهنوا بالزيت،
كتجي العجينة مرخوفة بزاف كتلصق كما قلت لكم. نشرح لكم بالنسبة للأول، فاش درت غير كاس ديال العنبة ديال الدقيق، خليت الخليط هكا خمر واحد 5 دقائق، ومن بعد ما عجنت هاد العجينة خليتها تاني خمرت واحد 10 دقائق. ودابا غادي ندير فيهم الكويرات وغادي نخليهم تاني يخمروا واحد نص ساعة، واحد 30 دقيقة ضروري كيخمروا مزيان. وصافي مني كان يخمروا ليا كنشعل الفران، هو الاول كنشعل الفران عاد كندوز هكا باش غادي ندهنهم. دابا هادو غادي نقادهم في الطاوة، غادي نحاول هكا نبعدهم على بعضياتهم باش ما يتنفخوش هكا ويلصقوا في بعضياتهم، ضروري كنبعدهم. غادي ندير 2 طاوات كندير فيهم من غير كويرات صغيرين شويه، ما كيكونوش كبار بزاف. ها انتم العجينه كيفاش كتكون مرخوفه كما قلت لكم، نص كيلو على داك الكاس اللي درت في الاول، وعاد زدت الثاني واحد شويه باش تجمعت ليا العجينه. على حسب، ما نقدرش نقول لكم شحال ديال الدقيق، على حسب الدقيق اللي عندكم. صافي غادي نكمل، غادي ندير فيهم الكويرات والطاوه دهنتها غير بشويه ديال الزيت. مني غادي نكملهم كما قلت لكم غادي نخليهم 30 دقيقه يخمروا، عاد غادي ندهنهم. هنايا صافي البنات، من بعد ما كملتهم دابا غادي نبسطهم واحد شويه هكا، غير واحد شويه، ونحاول هكا نقدهم ونبسطهم غير شويه، نقرصهم واحد شويه هكا يجيوني مقادين، ما كيتقرصوش بزاف باش ما يجيوش رقاق، غير واحد شويه صافي. وغادي نخليهم يخمروا. صافي هنايا قديتهم مزيان كما كتشوفوا، وحاولت هكا نبسطهم واحد شويه. دابا هادو البنات غادي نخليهم كما قلت لكم واحد 30 دقيقه حتى غادي يخمروا مزيان، عاد غادي نشعل الفران وغادي ندوز باش هكا ندهنهم. صافي هنايا من بعد ما خمروا ليا مزيان، دابا انا راه شعلت الفران، دابا غادي ندهنهم. هنايا عندي واحد 0 بيضه مع شويه ديال سنيده، تقدروا ديروا البيض مع الماء ولا مع الحليب ولا مع نسكافي، دهنوا باش ما بغيتو. انا هنايا غادي ندير سنيده مع البيض. صافي هنايا كنبقى ندهن هكا، كندهن هكا حتى الجناب، غادي ندهنهم مزيان مزيان، وغادي نرش عليهم الزنجلان. وصافي الفران كي قلت لكم شعلته قبل، خليته هكا باش يسخن ليا مزيان. دابا غادي ندهنهم وغادي نرش عليهم الزنجلان وغادي ندخلهم الفران، غادي نديرهم في الفران في التحت حتى كيتحمروا هكا من التحت يطيبوا من التحت، عاد كنشعل تاني الفوق باش يتحمروا ليا ويطيبوا من الفوق ان شاء الله، ويكونوا عندي واجدين. Thank you.
صافي البنات، هادو هما الكريسات ديالي، كيجيو خفاف كما كتشوفو. ها انتوما كيجيو هكا رطبين وكيجيو خفاف غير بالمقادير بساط وبالعصير ديال الليمون، كيجيو زوينين بزاف. نتمنى ان شاء الله البنات يعجبوكم وتجربوهم. هنا غادي نقطع وحده تشوفوا الداخل ديالها كيفاش كيكون. ها انتوما رطبين، كيجيو هكا رطبين، هذا هو الشكل ديالهم. كيجيو هكا طايبين وكيجيو محمرين وكيجيو خفاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم. وبسلام عليكم البنات، والله يعاونكم حتى لشي فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.